هاي اليونان معروفة عالميا بأن من أكثر الدول السياحية بأوروبا وبأن مصدر الديمقراطية ومكان انطلاق الألعاب الأولمبية. بتضم اليونان العدد الأكبر من المتاحف التراثية بالعالم ومقابل كل يوناني في سايحين بقلب البلد، وهذا رقم قياسي ما حدا سبق عليه. باليونان السلام بيكون بكف مسكر والتلويح بإيد مفتوحة يعتبر نوع من الإهانة، والبزاء بعد الإطراء منه إهانة وإنما لطرد العين الشريرة. الكعب العالي ممنوع بالمعالم التراثية التاريخية مثل البارثينون لأنه العلماء بيعتبروا أنه بيضغط على الأرض أكثر من إجر الفيل. شلح البنطلون بالشوارع ممنوع باليونان وحتى لو عن مزح، وممكن يعرض صاحبه لغرامة مالية كبيرة. مين قال أنه في حوالي 4000 رقصة رسمية معترف فيها باليونان؟ أنا قال. شوفكم بكرة.